الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بعدا ايمن كيدي 20 سنه لاعب سابق نادي رجاء اسفيف جميع فئات العمريه مينيم كادي جونيور. دزت لعبت مع في المينيم كيف قلت لك مينيم كادي جونيور، لعبت كانت تجربه زوينه، كنت مازال صغير، كنت لعبه مع الدراري، تمشينا كيلو كيقولوا كاينه نادي رجاء كورس، نادي رجاء كورس في الكوديه، مشينا لعبنا قبلني صافي، بقيت من تما بدات التجربه ديالي في نادي رجاء اسف. اول حاجه بعدا مولوع بداك الشيء ديال التحدي وداك الشيء، والتدريب هو كتحدي، فهمتي؟ فاش تلعب ضد شي مدرب يعني هذا راه تحدي بحد ذاته، وانا مولوع عاوتاني باش فاش تمشي للتيران ولا في شي بلاصه تنبقى نقابل غير المدربين وتنسى الماتش، تنشوف هذوك لو موفمون وذوك الحركات ديال المدرب شحال من حاجه، وهذا الشيء اللي خلاني نبدا نمشي لي وحب الميدان ديال هاد التدريبات. الدبلوم دوزتو في الصويره في 2022 اللي شرف عليه كل من السي عبد الرزاق العمراني والسي احمد بن القروش. وبالنسبه للدبلوم اللي عندي الديكاف، كيفاش بديت في نادي رجاء اسفي هو انه كنت بحال صافي مشيت من ملعب القرب لي ديال القصبه، صافي كنت مشيت منه وتلقيت طلب من السيد عبد الكريم فدواش اللي نجي باش نمارس معاهم في نادي رجاء اسفي اللي هو فريق الام ديالي، وصافي طاقوا فيا دوك الناس وجاو عطوني الفئه الشبان. الطموح هو انك تكمل، انك بديتي في هذا المسار هو تكمل وتصبر وشحال من حاجه، بديت ديبلوم دي ان شاء الله تنفكر في السي ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله قريب، ومن علاش لا البي والاو نكونوا ان شاء الله مدرب كبير وصافي. الله علاش لا، راه هذا هو الطموح، انك فاش دخلتي لهذا الميدان وانت باغيه من قلبك راه حاجه باينه غتقاتل على ودو. لا نقول لهم راه اي حاجه بغيتي ديرها خاصك تصبر وتقلب على راسك كيف تيقولوا، خاصك تقلب وشحال من حاجه. الحمد لله تنبغي نشكر كل من الاداره التقنيه والمدير التقني السي عبد الكريم فدواش اللي هو اللي تلقيت الدعوه ديالو، السي عبد القادر العسيري وكل الناس ديال الاداره اللي تاقوا فيا وعطوني هذه الفئه اللي تنعتبرها من اصعب الفئه اللي هي فئه الشبان، وباش تجي وتولي مدرب في نادي رجاء اسفي راه صعيب، حتى نادي رجاء اسفي اللي نادي كبير وعنده تاريخ راه كل كيف كيقولوا اي حاجه تشهد عليها غير التاريخ، وهذا الشيء اللي كاين وتنشكرهم واحد واحد وصافي. كم فدواش عبد الكريم المدير التقني والمشرف العام على جميع فئات نادي رجاء اسفي لكره القدم، حاصل على ديبلوم بي لكره القدم. اولا قبل كل شيء كنشكركم على هذه الالتفاته في حق واحد الاطار واعد وشاب ان شاء الله غيقول الكلمه ديالو مستقبلا. هو ايمن كيدي كان بدا معنا في فئه البراعيم، بدا معايا نيت عبد العبد فئه البراعيم وتدرج في جميع الفئات مينيم كادي جونيور جميع الفئات ديال نادي رجاء اسفي. ومنذ الصغر ديالو كنا سبحان الله العظيم كنتمسوا فيه واحد الذكاء خارق، ومع مرور الايام والسنوات كان مشى هو الكره المستطيله الريغبي. واحد النهار طاح لي في بالي بانه ممكن يكون مدرب واعد، بحكم انني شفته مع كيدرب الفتيات ديال النادي الخليل ربما، واقترحت عليه الفكره وحبدها وقال تبع كاع الخطوات اللي قلت ليه انا تبعهم باش من بين هذه الخطوات قلت ليه انا ضروري ومؤكد تسلح بالتكوين والعلم، قلت ليه لابد تخوض تجربه ديال مدرب حاصل على دبلوم دي في البدايه ديالو في البدايه ديال المشوار ديالو. وبالفعل تسلف وتكلف ومشى اجتاز الدوره التكوينيه نظمتها العصبه الجهويه مراكش اسفي لكره القدم بمدينه الصويره، واجتاز حسب ذاك الارتسامات ديال المؤطرين ديالو كان في المستوى المطلوب. صراحه انا ما يعجبني في ايمن هو طموحه، عنده واحد الطموح كبير
وانا شجعته وقلت لي مازال مادام انت باقي صغير ان شاء الله كل المستقبل امامك، انا اتوسم فيه خيرا، وكيبان لي مشروع مدرب ناجح ان شاء الله بحول الله، خاصه غير يستمر في التكوين ويخضع قال التدريب اللي كتنظمهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باش يحصل على الدبلومات بالتتابع دي سي بي ا ولي ما ابرو. انا كيبان لي مدرب عنده مستقبل واعد ان شاء الله بحول الله. بالنسبه لايمن انا كان دائما كيلتجأ ليا كنعطيه نصائح وكيطبقها الحمد لله، هو غادي في مسار جيد معنا نادي رجاء اسفي، هو دابا كيشد فئه الشبان وفئه البراعم. وبالنسبه للاعبين اللي كيدوزوا عندنا في نادي رجاء اسفي، انا كل ما لاحظت لاعب عنده واحد الموهبه ديال التدريب راه كننصحو باش يدير مجال التدريب، سواء لما حتى غيسالي المشوار ديالو ديال كلاعب او هو في نفس الوقت كلاعب، يعني في خضم ممارسته للعبة كرة القدم. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.